ده بيتر ودي قلب بيتر، بس هي مرهقة شوية في قلب واحد تاني. بيتر باركر يبقى أكتر ولد ليه شعبية في مدرسته، الولاد كلها بتحبه والبنات كلها بتحبه وبيتمنوا كلهم يشوفوه أحسن حد في الدنيا. عشان كده بيجروه ورا الأتوبيس كل يوم الصبح عشان يظبط لياقته، وبيضربوه كل شوية عشان يتعلم يدافع عن نفسه، وبيتنمروا عليه عشان يحسن من نفسه، ومفيش بنت بترضى تتكلم معاه عشان أكلمهم أنا. وده هاري زميل بيتر في المدرسة، ويبقى ابن نجيب ساويرس بتاع أمريكا. فرق بس إن هاري أبوه مهتم بالعلوم الكيميائية والفيزيائية، ونجيب ساويرس مهتم بالعلوم الحيويه. بيتر عنده هدف واحد بس في حياته، انه يكسب قلب ماري جين جارته في السكن وزميلته في المدرسه، وانا كمان. وعنده استعداد يعمل اي حاجه عشان يلفت انتباهها، وانا كمان. وفي يوم واثناء زياره الدفعه لاحد المعامل، بيروح بيتر لماجي عشان يصورها بالكاميرا بتاعته وبيعرفها بنفسه. بي بي بيتر باركر. فقالت له ام جي ماري جين. فقال لها انا دلوقتي صدقت ان الام جي فعلا وحش على الطريق. ومره واحده بينزل عنكبوت من السماء وبيقوم قارص بيتر في ايده، فبيقوم بيتر باصص لايده قايل الله عمل لي ساعه في ايدي. بيصحى بيتر تاني يوم من النوم وبيلبس نظارته، فبيلاقي نفسه مش شايف حاجه، فبيقول الدرجه دي مش شايف غيرها، وبيكتشف ان نظره بقى 6/6 وان عضلاته مقويه قلبه. بيطلع بيتر على المدرسه جري وبيبص بعينه السليمه بعد ما اتصلحت، فبيلاقي قدامه عربيه ام جي تقفيل خليجي بتتحرك في المدرسه، فبيقوم مبلم وقايل اول مره اعرف ان الفراوله بتطلع في الصيف، وبتبص في عينه فبتقول له ايه ده يا بيتر، انا ما كنتش واخده بالي بسبب نظارتك، انت عينك زرقاء. قال لها امال لو شفت شعر صدري بقى هتتصدمي. فبتقول له ايه ده، هو مش اسود، انت صبغ ولا ايه؟ قال لها لا انا ما عنديش شعر صدر اصلا، ماجي انا اصلا دقني لسه ما طلعتش. وبيقوم رايح معيط شويه. البنت زي القمر من غير ما تعمل هوليود سمايل، وتصغر مناخيرها وتنفخ شفايفها وتصغر دماغها وتنحت وشها وتحط طن ميك اب. ايه ده، مش دي الفنانه المصريه اللي بتعمل مسلسلات رمضان؟ بيبتدي بيتر يكتشف قدراته الجديده اللي محدش يقدر يعملها زيه، وهو انه يقدر يحس بكل حاجه حواليه مهما كانت صغيره، وانه عنده قدرات جسديه مذهله يقدر يضرب بيها فلاش صاحب ماري واللي كان بيديله على قفاه دايما، وانه بسم الله ما شاء الله بيطلع شبك من ايده يقدر يستخدمه في الطيران، ونظره بيشوف من على بعد، وبيعرف يمشي على الحيطه، وبيقدر يتفرج على ماتش ساعه ونص لمروان محسن من غير ما يكسر التلفزيون. بيبتدي بيتر يحط خطط انه يسقط البت ام جي من الواد فلاش، لحد ما بيشوفها وهي منبهره بعربيه فلاش الجديده، فبيقول لي يا رب ما كانش اللي قرصني ده فسا، كان زماني شايلها فوق دماغي. بيبتدي بين ومي اعمام بيتر يقلقوا عليه وعلى تصرفاته الغريبه، وبيتكلم مع بيتر عشان ينصحه ويخلي باله من نفسه، وبيقول له عارف يا بيتر زمان وانا في سنك؟ فبيتر قال له ها قول لي. فبين قال له كان عندي 20 سنه. فبيتر قال له مذهل، وبعدها حصل ايه؟ فعمه قال له دخلت على 21. وفي نهايه اليوم بيروح بيتر عشان يركب مع عمه وهو راجع، فبيلاقي عمه ممدد على الارض واخد رصاصه في صدره من حرامي ضربه وجري. فبيتر بيروح يقول له عمي. فبين بيقول له بيتر انا عايز اقول لك حاجه، انا هموت دلوقتي. فبيتر عيط وقال له مذهل. بيقرر بيتر انه ينتقم لعمه وبيقتل المجرم اللي قتله. وفي يوم التخرج بيشوف ماري وهي بتتخانق مع فلاش وبيفركشوا سوا. فبيتر بيقول ليه كده بس، زعلتوني قلبي عندكم يا جماعه. بيقرر بيتر انه يلبس بدلته الجديده ويستخدم قوته الجديده عشان يحارب قوى الشر ويتصدى للجرائم اللي موجوده في المدينه. طب والشرطه فين؟ الشرطه بتيجي متاخر. فبيبتدي يقبض على اللصوص والحراميه ورجال العصابات، وبتبتدي الجرايد كلها تتكلم عن البطل الجديد اللي لابس بدله حمراء وضيقه ومفيم الفوانيس، وبيعملوا له نشيد باسمه كمان. بيكتشف بيتر في يوم انه بيحب ماري فعلا وانه لازم يرتبط بيها، فبيروح يجري وراها في الشارع وبيقولها ماري انا عرفت حاجه مهمه. فقالت له انت عرفت؟ شكرا يا زميلي، والله انك اعتبرت ارتباطي بهاري حاجه مهمه. فقال لها هاري مين؟ قالت له هاري صاحبك، ما احنا ارتبطنا ببعض، هو ما قالكش ولا ايه؟ قال لها مذهل، في يا جماعه وانا ما حدش معبرني ليه في السنه السوداء دي؟ هو انا حشره؟ اه صحيح، ده انا حشره فعلا. ده بقى نورمان اوزبورن، يبقى ابو هاري صاحب بيتر، ثاني اغنى واحد في امريكا بعد العبد لله، ده لو اعتبرنا ان الغنى غنى النفس، ويبقى رئيس شركه اورسكوب للتجارب السريه. بيطلب الجيش الامريكي انه يعمل تجارب عشان يقدروا يخلوا الجنود بتوعهم يطيروا على السكيت بورد بعد ما شافوها عندنا في دريم بارك، وبيطلبوا منه كمان انه يعمل عقار يعزز المناعه ويخلي البشر اقوياء وما يضعفوش. بس نورمان بيفشل في ابحاثه، فبيقول لهم ان الرجوله مش بالعضلات طالما القلب ما عداش الاختبارات. بس الجيش بيقفش عليه، فبيقرر يجرب العقار على نفسه، فبيتحول لصباره راقصه بيطلع نار من بقه، وبيدمر القاده العسكريين وشركائه اللي في الشركه اللي باعوه. وكان هيموت ماري جين، بس سبايدر بيتدخل وبيقول له ايه ده انت بتعمل فيه، هي العناكب نامت والوحوش قامت ولا ايه؟ وبيقوم بخخ على الصباره الشبكه في وشه، وبينقذ ماجي وبيسيب هاري صاحبه عشان سبايدر مان اصلا حشره فبينجذب للحلوه بس، خصوصا لو مكشوفه، وبياخد ماجي يطير بيها ويفسحها ويفرجها على معالم المدينه. واول ما بينزلوا على الارض بتقول له سبايدر عايز اقول لك حاجه، بدلتك اضيق من فستاني. بيقدر صباره انه يخطف سبايدر مان، وبيطلع فوق سطح مبنى كبير وبيفوقه وبيقول له يا سبايدر البلد دي اللي يشوفها من فوق مش زي اللي يشوفها من تحت، وبيعرض عليه ينضم له عشان يسيطروا على المدينه كلها. فبيتر بيقول له معاك بشرط، تقول لي لبست البدله دي ودخلتها في جسمك ازاي؟ فصباره قال له هرد عليك بشرط،
تقولي انت كمان لبست البدلة دي ودخلتها في جسمك ازاي. بتمشي ام جي بالليل تخمس في شوارع المدينة، فبيطلع عليها الخمسة ستة حرامية اللي موجودين في الشوارع الضلمة بتاعت كل افلام هوليوود عشان يحاولوا يغتصبوها، وبتفضل تقاوم فيهم شوية لحد ما بيجي الرجل العنكبوت ينقذها، فبتقوله فيها سبايدر انت اتأخرت ليه المرة دي؟ فقال لها معلش والله يا بنتي الشبكة بتاعتي كانت فاصلة عشان ما كانش فيه سيجنال. قالت له حبيبي ولا يهمك المهم انك جيت. وبعدها قالت له ممكن اكافئك، وقامت مدياله بوسه ابسايد داون. ايه يا ماجي فيها يا ماجي، هي الدفعه كلها بالدور ولا ايه؟ بس والله انا ما مصبرني عليكي غير ضحكتك. بتقرر طنط مي تعزم على الغدا نورمان وهاري ابن نورمان وماجي صاحبه هاري ابن نورمان، وبيتر طبعا اللي معجب بماجي صاحبه هاري ابن نورمان ابن وعلى السفره بيشوف نورمان بيتر وهو متعور في دراعه، فبيسال قال هو مين اللي عورك يا صاحبي؟ اصابك عشق ام رميت بسهم؟ فبيتر بص لماري وقال رمتني بسهم ريشه الكحل لم يدر ظواهر جلدي فهو في القلب جارحي. فماجي قالت لهاري الله حلو بيت الشعر ده والنبي ابقى احفظه وقوله لي. فبيتر بص لها وقال لها فعلا الام جي صيني والصيني دايما رخيص. بيعرف نورمان ان الجرح ده هو اللي جرحه السبايدر مان، فبيعرف حقيقه بيتر، فبيقرر يهاجم عمته اللي بتروح المستشفى. وهناك هاري بيروح يزور طنط مي، فبيلاقي بيتر ماسك ماجي وبيلعبوا لمس. فبيتر قال له اوعى تفهمني غلط حبيبتك زي الفل، انا بس كنت بقيس لها الضغط عشان لو ضغطها واطي ما تعديش عمتي. بيقرر نورمان صبارا ويخطف ماجي ويهدد بيها بيتر، وبيقرر انه يخيره يا اما ينقذ مجموعه من الاطفال يا يبقى اناني وينقذ حبيبته. ففي طفل بيبص لسبايدر مان وبيقول له احنا كلنا على بعض ولا ماجي يا سبايدر؟ فسبايدر قال لهم يا احباب الله ماجي طبعا، وبيرمي صباره ماجي والاطفال في نفس الوقت عشان يسيب الاختيار لسبايدر مان هينقذ مين فيهم، عشان يجي بعدها بست سنين دي سي تخلي باتمان يقع في نفس الاختيار مع الجوكر اللي بيخيره بين هارفي دينت وريتشل. ياه دارك نايت احسن فيلم جريمه في العالم بعد شد اجزاء طبعا. بيقدر سبايدر مان انه ينقذ ماجي والاطفال في نفس الوقت، وبيقدر انه يقضي على صباره اللي بيموت من غير ما حد يعرف ان كان هو نورمان غير سبايدر مان بس. وفي يوم الجنازه بتاعت نورمان بتروح ماجي لبيتر وبتجري عليه وبتحضنه وبتقول له بيتر وانا متعلقه على الحبل كنت بفكر في واحد بس قبل ما اموت، واحد بس فكرت اني بحبه من قلبي ونفسي احضنه، الحد ده هو انت يا بيتر. قال لها اه انا وفلاش وهاري وسبايدر مان وسبعه اخرين، ده انت كان ناقص تصاحب المخ. قالت له حصل امال انا مثلت في الفيلم ده ازاي؟ فقال لها للاسف يا ماجي احنا ما ينفعش غير نبقى اصدقاء بس مش اكتر، وده لمصلحتك وعشان انت ممكن تتاذي بسببي. فبتقول له لا يا بيتر ما تقولش كده، وبتقوم بيسف بقه، فبيقوم سايبها وماشي. ولكن ماجي بتركز كده وبتقول ايه ده انا حاسه اني بوست نفس البوسه دي قبل كده ونفس ريحه الشفايف. وبتركز ماجي وبتوصل للحقيقه وبتقول اه صح بيتر وهاري كانوا ساكنين سوا وبيحطوا من نفس زبده الكاكاو صحيح، وانا بوستهم هما الاثنين، اما اروح ابوس المؤلف. ما تنسوش تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات الجديدة والقديمة، وتعملوا فولو لأحمد رضا عشان هو اللي منتج الفيديو ده. سلام.